كتعلموا وكيعلم الرأي العام بأن هذا الملف في المرحلة الابتدائية كانوا جلسات ديالو جلسات كثيرة وكثيرة جدا، وأن ما ترتب عن ذلك هو أن الدفاع ديال أو المتهم باش نقول المتهم يلجأ الأمم المتحدة للفريق العام المعني بالاعتقال التعسفي، ضمن الشكاية ديالو أن المحاكمة لم تحترم الأجل القانوني، وهو البت بسرعة وبت في أجل معقول، لأن شروط وضمانات المحاكمة العادلة أن المحاكمة تكون ماشي السرعة المضرة بطبيعة الحال، لابد أن المحكمة تأخذ الوقت ديالها لفهم جميع محتويات ومضامين الملف ومناقشة جميع التفاصيل والحجج والأدلة والاستماع لجميع الدفوع والطلبات، ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك واحد تأخير طويل وواحد طول ديال المحاكمة على حساب حرية المعتقل. هو هذا كلام اللي موجود في المواثيق الدولية وموجود في دستور المملكة المغربية، هو ضمن طلب ديالو هاد الحجة أنها المحاكمة طالت، ولكن المحاكمة ماشي طالت، المحاكمة كانت كدوز، كنا كندوزو جوج جلسات في الأسبوع، يعني راه ماشي القاضي كان تيوخر لواحد شهر شهرين باش طالت، ولكن من تنجيو تنتفاجئوا بالمتهم عنده استراتيجية في الدفاع ديالو اللي ما مفهوماش، انه بغي ياخر الملف او اللي كيتقدم بطلبات اللي ما عندها علاقه بالملف، او لا طلبات اللي كيحاول ياسس لها تاسيس قانوني ولو انها تكون مؤسسه قانونا، وكنلقاو نفوسنا ان الملف كيطول. اليوم حنا اللي كنضروا، واخا حنا ما عندناش معتقلات، حنا كنبغوا على ضحايا، ومن المفروض ان اول متضرر هو المتهم، لان هو ما تيتمتعش بالحريه ديالو، والمشرع وضع هاد الضمانات لفائده المتهم اولا ولفائده باقي الاطراف. ولكن اليوم حنا ما عندناش معتقلات، ولكن عندنا ضحايا يعانين من المشاكل الخطيرة على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي.